السلام عليكم. النهارده هعمل لكم مهلبيه. هنحط كوبايه ميه في المطبقيه كده، 5 معالق نشا كبيره، هنقلبهم بقى في الميه، وانا جايبه اللبن وغليته عشان اعرف ان هو حلو، عشان تعرفوا في الصيف ده بيقطع، فغليته لقيته حلو الحمد لله، واللبن سنينه حلو اللي هو الفلاحي ده. نقعد نقلب كده، وكل حاجه تحطيها على البارد، وبعد كده ايه تولعي عليها النار. هنحط بقى النشا اهو على اللبن، انا جايبه ريت للبن، اللبن اهو كله على البارد. هحط تاني السكر، انا بحط كوبايتين سكر عشان السكر ده مش بيسكر بسرعة، حسب برضو انت ما انت بتحبش، اذا تحط كوباية واحدة كوباية ونص براحتك. الفانيليا يحط اللي عايز يحط كيس واحد يحط، انت هتقلبهم حلو كويس خالص كده عشان السكر يدوب، تقلبي كده عشان السكر يدوب معاكي. لما تبدا تتقل بقى المهلبيه تحط عليها عشان ما تتحرقش وتشد تبقى طعمها وحش زي ما انتوا شايفينها. شوفوا نمطي عليها بس عشان اللبن سمين قوي، فعامل شوفوا القشطه اللي عامله اللبن كان ايه هيلطع شويه، هطفوا عليه وهفرغه في المطار. على فكرة اللبن الفلاحي ده بيبقى جميل قوي في الحاجات اللي هي الحلويات. هو ريت اللبن بيعمل 5 مطار صغيرين زي دول. عندك بقى جوز، عندك زبيب حطي. ما تنسوش بقى تدعموني بقى بالهنا والشفا.